كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب بليبي. واو مرحبا، هذا أنا بليبي، انظروا أين نحن. واو كأننا في البرية الآن. واو لكن نحن في حديقة حيوانات وودلاند في سياتل في واشنطن. سيكون أمرا ممتعا لأننا سنتعلم معا في هذه الحديقة عن مختلف الحيوانات، ما طعامها، ما نوع مسكنها أيضا، وأيضا ما سلوكها. يختلف سلوكي عن سلوك شخص آخر، والحيوانات أيضا لديها سلوكها اللطيف الخاص بها. حسنا هيا بنا. مرحبا، كنت أقلد حركات الفهد. رائع، أنا الآن في الجزء الخلفي لمسكن الفهود. نعم ولكن الفهود ليست هنا، تنتظر أن تخرج إلى هنا. هاي ترى ماذا يفعل جون؟ مرحبا جون. أهلا بك، كيف حالك؟ هل تساعدني على وضع جيد. السمك؟ أوه أهذا ما تفعله هنا؟ واو انظروا، يبدو أن جون وضع هذه السمكة الصغيرة من أجل الفهود. هذه مكافأة للفهد، ثم حسنا. إنها مغذية له. أوه هل أجرب؟ تفضل. شكرا. واو انظروا، قال جون إنه يمكننا وضع بعض الطعام في هذا المكان وذلك من أجل الفهود. حسنا. والآن يبدو أن هذا المكان مناسب. أنا أظن أن الفهود ستحب هذه السمكة. ما رأيكم في أن أضع واحدة هنا؟ رائع. حسناً سأضع هذه في مكان مرتفع كي يكون الحصول عليها أصعب وفيه متعة أكثر للفهود. واو. هكذا ممتاز. عندما تخرج الفهود إلى هذا المكان قد تصعد إلى أعلى هذا الجذع، فهي تشعر بأنه أمر ممتع جدا. حسنا سأضع أيضا واحدة هنا، هذا جيد. حسناً، حان الآن وقت الذهاب إلى الجزء الأمامي، وعندما يصير كل شيء مهيئاً، تستطيع الفهود الخروج إلى هنا. إليه، لقد خرج هذا الفهد. نعم وهذا اسمه فيتز، وفيتز جنسه ذكر. مرحبا فيتز. مرحبا. واو لقد أحب الفهد فيتز طعم السمك الذي وضعناه له. واو هل تعلمون أن الفهود هي ثالث أكبر القطط حجما في العالم كله؟ نعم النمر، فالليث، وبعدها يأتي الفهد. واو إن حجمه كبير. أصدقائي هل ترون ألوان فيتز؟ لونه برتقالي وسكري. هل ترون البقعة التي عليه؟ واو ليست بقعة عادية بل رقة وردية الشكل. نعم انظروا إليها معي. أصدقائي هل ترون الآن شكلها الخارجي؟ تتوسطها هذه النقطة الصغيرة، هذه رقة وردية الشكل. واو فيتز رائع جدا. مرحبا فيتز. واو واو هاي انظروا. نعم هذا السناد. مرحبا. انظروا هذا صغير وذاك كبير. الصغير لا يزال رضيعا. نعم إنه حيوان ليلي، وهذا يعني أنه يحب الخروج في الليل. يحب أكل خشب البامبو. واو انظروا إنه يشبه الخنزير والبقرة وآكل النمل مجتمعة معا. واو انظروا إليهما. واو يبدو أنهما يحبان طعامهما كثيراً. هاي هل لاحظتم شكل أنفه؟ نعم إنه
طويل كثيراً. حين يسبح يصير رأسه تحت الماء، لكن يبقى أنفه فوق سطح الماء مثل أنبوب تنفس الغواصين، وهكذا يستطيع أن يسبح ويتنفس. وي. اليوم هو يوم عرض الحيوانات المتميز. أنتم وأنا سنتعلم معاً أشياء عن بعض الحيوانات الرائعة، لكن أولاً سأعطيكم بعض التلميحات وستخمنون أنتم اسم الحيوان الذي سنتعلم عنه. مستعدون؟ إذن هذا الحيوان له كثير من الأشواك. نعم، وهو بهذا الطول تقريباً، ولا يستطيع القفز، وهو ماهر جداً في التسلق. ما الحيوان؟ أشواكه كثيرة. نعم، إنه حيوان نايس. لنتعلم أشياء عن حيوان نايس. مرحبا بكم، أنا سوزي وهذه صديقتي سكايانا. سكايانا حيوان نايس من أمريكا الشمالية، عمرها 6 أعوام، وهي ماهرة في التسلق. فقد تسلقت هذه الشجرة اليوم لكي ترحب بالجميع وتقدم إليكم بعضا من طعامها المفضل. اليوم ستتناول التفاح، هي تحبه كثيرا، كما أنها تحب الجزر وتحب البطاطا الحلوة. أشواكها كثيرة لأنها حيوان نايس. تحت هذا الشعر 30,000 شوكة تقريباً تغطي جسدها كله، لكن لا داعي للقلق إذ لا يستطيع النايس إطلاقها، لأن أشواكه تقع بسهولة إن اقترب أي شيء منه. ورؤوس الأشواك محددة تشبه خطافات صنارات السمك، فتعلق بأي شيء يقترب منها، وهي كالحيوانات الأخرى تشم وتفحص ما حولها. واو، انظروا، هذه سكايانا. واو، مرحبا سكايانا. واو، إنها لطيفة جدا. واو، لقد استمتعنا كثيرا بتعلم أشياء عن النايس. صحيح، جيد، حسنا، والآن لنحزر حيوانا آخر. هيا، لهذا الحيوان شيء يشبه الدرع. نعم، وذلك ليحمي نفسه. وهو يحب الحفرة كثيرا. يستطيع أحيانا أن يتكور فيصير مثل الكرة. هل علمتم الحيوان؟ المدرع، إنه الحيوان الثاني. المدرع، هذا هو اسمه. هذا المدرع ذو 9 أشرطة، ونراه في تكساس وجورجيا وفي المناطق الدافئة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. هذا الحيوان يحب تناول الحشرات، فهي الطعام المفضل لديه ويستمتع بأكلها. له قشرة قاسية تغطي جسده، وهي درع حمايته من الحيوانات المفترسة، ولكنه يحس عندما ألمس قشرته، فقوامها كقوام أظفارنا. واو، المدرع هذا رائع حقاً، أنا أحب قشرته المدرعة. واو، هاي، أتى ثانية. هاي، تعال إلى هنا، سأعطيك طعاماً. هذا جيد، عثر على طعامه، ولكن لدي شيء آخر له، وهي وجبة متكاملة. لدينا حيوانات أخرى لنتعلم عنها. واو، أصدقائي استمتعنا كثيراً بالتعلم عن حيوان المدرع، صحيح؟ نعم، أحب الحيوانات جداً. حسناً، أريدكم أن تحزروا حيواناً آخر، مستعدون؟ هذا الحيوان هو طائر. نعم، يستطيع هذا الطائر أن يدير رأسه نحو 270 درجة تقريباً، تقترب من دائرة كاملة. يحب تناول القوارض. نعم، أوه، ويصدر هذا الصوت. أحسنتم، إنها البومة. أحب البومة. مرحبا بكم،
هذه البومة كوبا، وكوبا هي طائر من نوع البوم الاستوائي. يعيش هذا النوع من البوم في أمريكا الجنوبية، ولكن كوبا مميزة لأنها خلقت هنا في حديقة حيوان وودلاند في عام 1992، أي صار عمرها 30 عاماً. وما يميز البومة من غيرها من الطيور هو اتساع عينيها، وهذا الأمر المميز فيها يجعلها بارعة جداً في الصيد ليلاً. يمكنها الرؤية على ضوء القمر، حتى أيضاً على ضوء النجوم، لكن لأن عينيها كبيرتان جداً لا تستطيع تحريكهما داخل محجر العين. أما نحن فنثبت رأسنا ونستطيع النظر هكذا، لكن كوبا لا تقدر، لذا تدير رأسها لترى ما حولها، ومن أجل هذا تستطيع أن تدير رأسها 270 درجة إلى هنا و 270 درجة إلى هنا. واو، كان من الممتع جداً تعلم أشياء عن طائر البوم هذا. واو، إنه طائر جميل. هاي، لدي فكرة، ما رأيكم في أن نقلد البومة معاً؟ واو، استمتعنا بتعلم أشياء عن الحيوانات اليوم، صحيح؟ جيد، لكن لم ننتهي بعد، لدي حيوان آخر لتخمن ما هو. حسناً، التلميحات. هذا الحيوان، نعم، هو حيوان يحب الخروج في الليل، أي هو حيوان ليلي. هذا الحيوان كثيف الشعر، لكن ليس على ذيله، فذيله لا شعر عليه البتة. أيضاً، إن كنتم تعيشون في أمريكا الشمالية، فقد ترونه في حديقة المنزل، ولكن في الليل. نعم، إنه يسمى الأوبوسوم. مرحباً، هذا اسمه كلايد، وكلايد أوبوسوم فيرجينيا، وهو مميز، ولا سيما في منطقة أمريكا الشمالية، وسبب تميزه فيها أنه الحيوان الجرابي الوحيد، وهذا يعني أن صغارها تنمو داخل جرابها، وهو يشبه في هذا حيوان الكنغر والكوالا. ومن الرائع أن يكون في حيك لأنه حيوان قارط، أي أنه يتغذى بالحيوانات والنباتات معاً، فهو لاحم عاشب ويفضل تناول حشرات القراد، وهي حشرات كبيرة ولا نرغب في أن تقترب من أجسادنا، وهو الوحيد القادر على تناول 30,000 حشرة قراد في الموسم الواحد، مقدار ضخم من القراد يبعده عنا وعن الحيوانات، ثم إنها الوجبة اللذيذة له. واو، انظروا إلى كلايد. مرحباً كلايد. واو، كلايد حيوان رائع كثيراً، لاحظوا أن له أنفاً كبيراً. نعم، واو، أترون طريقة استعمال كلايد لكلتا يديه وقدميه الحادتين؟ هذه المخالب تبقيه على الشجرة. مرحباً كلايد، أنت لطيف. واو، هل تستمتع بطعامك؟ نعم. واو، كان من الممتع كثيراً تعلم أشياء عن هذه الحيوانات، كان أمراً رائعاً جداً، كروعة الأوبوسوم. واو، انظروا إليه، هذا وحيد القرن. نعم، يسمى وحيد القرن. واو، ونوعه وحيد قرن هندي. وحيد القرن هذا يعد أكبر وحيد قرن في كل قارة آسيا. نعم، في قارة آسيا 3 أنواع من وحيد القرن. مرحباً. واو، هل تحب الطعام؟ جيد. وحيد القرن هذا اسمه جلين، وهو يأكل ورق الخس اللذيذ. في الحقيقة اليوم ذكرى ولادة جلين. جلين، اليوم ذكرى ولادتك. هاي، إلى أين تذهب؟ إنه مضحك. إذن جلين سيصير عمره 4 أعوام اليوم. واو، أنت تكبر وتتقدم في السن يا وحيد القرن جلين. شاهدوا هذه الطيور، هذه الطيور هي الفلامينغو. واو، ما لون طائر الفلامينغو؟ أوه نعم، إن لونه وردي. أتعلمون لما لونها وردي؟ نعم، لأن الفلامينغو تتناول كثيراً من القريدس. هذا رائع.
هاي، لما لا يصير لون جسدي أخضر؟ فأنا أتناول كثيراً من الفواكه والخضر أيضاً. أنا مضحك، ولكن هل ترون كيف تقف طيور الفلامينغو على ساق واحدة؟ إنها تستطيع تثبيت إحدى ساقيها في الأعلى والوقوف على الساق الأخرى. واو، فهذا يحفظ الطاقة. هاي، جرب الوقوف على ساق واحدة هكذا. واو، من الممتع التوازن هكذا. واو، طيور الفلامينغو هذه مذهلة. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I P-P-I Blippi. أحسنتم عملاً. حسناً، أو أراكم بخير. إلى اللقاء. نحن في حديقة حيوانات وحوض أسماك بوينت ديفاينز في تاكوما واشنطن، واليوم سوف نشاهد بعض الحيوانات الرائعة. هيا بنا. لدي بطاقة عضوية. حسناً، هيا، سيكون هذا ممتعاً. حسناً، ها نحن ننطلق. مرحباً، هذه سيندي. وما الذي لدينا هنا يا سيندي؟ هذه هي رنجة المحيط الهادي. أوه، ونحن الآن ذاهبون لإطعام البطاريق. هل رأيتم كيف مشينا ونحن منخفضون؟ عليكم أن تبقوا منخفضين حتى لا تخيفوهم. ما نوع هذه البطاريق يا سيندي؟ إنها بطاريق ماجلان. أوه. يعتقد الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى الجليد والثلج، لكنهم يعيشون في الأرجنتين وتشيلي في بيئة شبيهة جداً بهذا المكان. أوه، الأرجنتين وتشيلي، إذن فهم يحبون السباحة على ما يبدو. نعم، إنهم يقضون الشتاء بأكمله في البحر. يمكنهم السباحة بسرعة كبيرة، ويجب عليهم السباحة بسرعة كبيرة حتى يتمكنوا من مطاردة الأسماك. أوه، مثل هذا. واو، انظروا إلى هذا، إنه دب قطبي، والدببة القطبية لونها أبيض. هذا الدب القطبي، أجل، اسمه بوريس، وعمره 31 عاماً. تم إنقاذ بوريس من السيرك، سيرك متجول في المكسيك، ومن المهم أن يكون هناك ثلج حتى تتمكن من صيد الفقمات في القطب الشمالي. لذا علينا أن نكون مدركين لما نفعله على كوكبنا حتى يكون لهذه الدببة الكثير من الثلج. واو، بوريس جميل جدا. ما هذا؟ أجل، هذا نمر. هذا قط كبير جدا. هذا هو نمر سوماترا حتى أكون أكثر دقة، ولم يتبقى منه سوى 300 على هذا الكوكب بأكمله في البرية. لذا هنا في حديقة حيوانات وحوض أسماك بوينت ديفاينز، هذا النمر هو السفير.
أن هذه سارة. مرحبا. ما الذي لدينا هنا يا سارة؟ هذا غونزو، وهو آكل نمل يتسلق الأشجار. هنا في حديقة حيوانات وحوض أسماك بوينت ديفاينز ندربه ليكون جزءاً من معرض وايلد وندر الخارجي الجديد هذا الصيف. مرحباً غونزو. إذن سوف... أجل، ما الذي سنفعله الآن؟ سوف تساعدني في تدريب غونزو على أكل زبادي الفانيليا من هذا الأنبوب. حسناً. هذا شيء سيحب فعله. قم برفع هذا إلى أنفه الصغير. حسناً. وسوف يبتلع زبادي الفانيليا هذا بلسانه الطويل جداً. واو، شاهدوا ذلك، انظروا إلى لسان غونزو، إنه طويل جدا. الآن بالطبع في البرية لا يأكل غونزو زبادي الفانيليا، كان يأكل النمل، ولديه مخالب كبيرة جدا يمكنه استخدامها لكسر أعشاش النمل المفتوحة وتلال النمل الأبيض، ثم يستخدم لسانه الطويل لامتصاص تلك الحشرات. لذيذ، هذا يبدو لذيذاً. أجل، كان غونزو محاطاً بالناس طوال حياته، وعندما جاء إلى هنا لأول مرة بدأنا بتدريبه ليكون جزءاً من العرض، لهذا فهو مرتاح جداً بقضاء الوقت معنا هنا. نعم، إنه يبدو كآكل نمل رائع ومسلي حقاً. كيف تسير الأمور؟ بخير، ماذا تفعلين؟ أنا أصنع بعض الوجبات لحيوان السرقات. أوه، حيوان السرقات، أحب السرقات. ماذا ستفعلين أيضاً؟ كنت ذاهبة للقيام ببعض الإثراء السلوكي، أتساعدني؟ أجل، ممتاز، لنذهب إلى المعرض. حسناً، وما هو الإثراء؟ الإثراء هو إعطاء الحيوانات بعض الخيارات، أشياء لفعلها وليلعبوا بها، تماماً كالتفاعل مع الأطفال في الملعب. هذا يبدو ممتعاً، أحب اللعب. إذن لنعطيهم بعض الخيارات. حسناً، لنضع كرات البيسبول هذه. حسناً، والمسبح الأزرق في المعرض. حسناً، رائع، كرات البيسبول والمسبح الأزرق. انظروا إلى هذا المكان، هذا هو المعرض والموطن الذي تلعب فيه حيوانات السرقات. واو، حسناً، الآن لنتذكر كرات البيسبول والمسبح الأزرق. حسناً، حسناً، لنضع هذه هنا بالضبط. سيكون من الممتع جداً رؤية حيوانات السرقات تلعب بكرات البيسبول التي نضعها هنا. حسناً، والآن نفرغ ثانية. واو، حسناً، ها نحن ذا، لنرى ماذا تريدنا أن نفعل أيضاً. حسناً، ها أنت ذا. شكراً لك. ماذا تريدين أن نفعل أيضاً؟ لدي المزيد من الألعاب الممتعة، لنعرضها أيضاً. حسناً، أين يجب أن أضعها؟ أينما تريد. أوه، سيكون هذا ممتعاً، أين سنضع هذا؟ هنا، تعالوا. مهلاً، لنرى. أوه، لنرى، أظن أن الصفراء عليها. أوه، هل ترون هذا؟ لنضعها هنا، ثم أو تعالوا إلى هنا، لنضع الوردية في، لما لا نضعها في هذا المكان بالضبط بالقرب من الصفراء، وهذه الحمراء الكبيرة لنضعها هناك من الجهة الأخرى. وكأنني حيوان سرقات، انظروا. حسناً، لنرى ماذا يمكننا أن نفعل أيضاً. تعالوا. حسناً، هل هذا كل شيء؟ لا يا بليبي، لنضف بعض المرح، لنضع بعض الطعام مع الألعاب. ها هي بعض الديدان، إنها كالشوكولاتة للسرقات. أوه، لذيذ، انظروا إلى هذا. أوه، لذيذ، إذن أين تريدينني أن أضعها؟ ما رأيك بوضعها في كرات البيسبول؟ حسناً، وإذا كنت تريد وضع البعض منها في مكان آخر في المعرض فلك ذلك. حسناً، إنه مثل البحث والعثور، لأننا سوف نضع البعض هنا وسنخبئ البعض الآخر حتى يجدوه. إذن لنباعد بين كرات البيسبول، ثم ننثر عليها بعض الديدان. سيكون هذا ممتعا جدا. حسنا، واو، حسنا، هناك المزيد، لنضعه على هذه الحافة، تبدو لذيذة. حسناً، لننثر الباقي هنا. حسناً، أظن أننا جاهزون، هل انتهينا؟ أحسنت يا بليبي، لنقم بإخراجهم. حسناً،
هو الجمل العربي واسمه هو وينشستر. توجد الجمال العربية في إفريقيا، وإذا كان عمرك 3 سنوات وطولك 36 بوصة أو أطول فيمكنك ركوب الجمال في حديقة بوينتس ديفاينز للحيوانات. ملمسه ناعم. واو، نحن الآن في مركز مارين ديسكفري، وفي هذا المكان توجد حيوانات بحرية رائعة ويمكننا لمسها. أترون؟ يمكنكم لمسها ولكن بإصبع واحد فقط. أوه، انظروا إلى هذه هنا. واو، كان هذا مخيفاً. لقد أخافني. أوه، انظروا، هذا حلزون. مرحباً، مرحباً أيها الصغير. مرحباً يا فتاة، مرحباً. واو، أوه، انظروا إلى هذا هنا. إصبع واحد. أوه، هل رأيتم ذلك؟ تعلق بإصبعي. رائع جداً. أوه، انظروا، هذا ضخم جداً. حسناً، مستعدون؟ واو، وي، واو، إنه يتعلق بإصبعكم وهو ناعم. واو، أخيراً وليس آخراً، نجم البحر. واو، واو، ملمسه صلب، كم هو رائع. وهم في الواقع كائنات حية، إنهم كائنات بحرية حقيقية، لا يتحركون كثيراً ولكن يتحركون ببطء شديد. أنا حقاً أحب مختبر مارين ديسكفري. أجل، نحن الآن في دوامة الخيول، تعالوا. مرحباً، سيكون هذا ممتعاً جداً. أترون دوامة الخيول؟ وهنا هذه هي لوحة التحكم التي تتحكم في دوامة الخيول، ولدي المفتاح. حسناً، لنضع المفتاح هنا. ثم أجل، واو، انظروا إلى كل هذه الحيوانات. أجل، حصان، ضفدع سام، المزيد من الأحصنة. أوه، دب قطبي، لقد رأينا اليوم واحداً. حمار وحشي، هل رأيتم الحمار الوحشي؟ أوه، خنزير، أوين أوين. أوه، نمر. أوه، أكل النمل. حسناً، الآن أظن أنه حان الوقت حتى نركب دوامة الخيول. تعالوا، لكن أولاً علينا اختيار حيواننا المفضل. ننتظرها حتى تتوقف، تعالوا. مهلاً، الحمار الوحشي. لا أعرف ما إذا كنت أريد ركوب الحمار الوحشي. لنرى ماذا هناك أيضاً. حصان، دب قطبي. مرحباً بوريس، هذا ممتع جداً. حسناً، هذا الحيوان. أجل، هو الضفدع سام، وأنا سوف أركب هذا الحيوان. نربط حزام الأمان أولاً بمجرد أن يكون محكماً. أو سأرخيه قليلاً. حسناً، حسناً، أنا مستعد للانطلاق. هيا بنا. أترون، نحن ندور وندور وفي نفس الوقت نصعد وننزل أيضاً. واو، مرحباً أيها الحصان. واو، واو، هذا الضفدع السام لونه أصفر. واو، واو، وي، هذا ممتع جدا. مرحبا، هذا انا بلابي، واليوم انا في حديقة حيوانات فينيكس في
في فينيكس أريزونا. أهلا، أظن أنه أنتم وأنا علينا التعلم عن بعض الحيوانات اليوم. هيا بنا. واو، هل ترون هذا؟ هذا هو القرد العواء. أجل، هل ترونه؟ أجل، إنه هناك. هذا هو بيلبو، وسمي على اسم بيلبو باكنز. هذا مضحك. لنقلد القرود معا. واو، هذا هو لولو وحيد القرن. ولولو لديها 21 عاما. أجل، لولو حفلة. ووهو، أجل. طائر الطوقان، هل رأيتم منقاره الكبير؟ إنه يشبه الموزة. هاي، ماذا تفعلون هناك؟ تعالوا إلى هنا لنتفقد حيوانا آخر. واو، انظروا إلى هذا. هل تعرفون ما هو هذا الحيوان؟ أجل، هذا هو النمر. مرحبا أيها القط. واو، تعالوا إلى هنا، انظروا خلفكم. واو، هنا حيث تعيش النمور. مهلا، انظروا من هناك. يبدو أنهم سيقومون ببعض التمرينات. هل رأيتم ذلك؟ النمر يفعل ما يقال له بالضبط. يبدو أنهم مستمتعون جدا. كان هذا رائعاً، هل رأيتم ذلك؟ مرحباً، هل تخبرنا لماذا فعلنا ذلك؟ أجل، حسناً، نقوم بتدريب الحيوانات حتى تتاح لهم الفرصة لتسهيل الأمور عليهم وعلى الموظفين أيضاً. نحن لا ندرب الحيوانات للقيام بالحيل، بل نفعل ما يسمى بالسلوكيات. على سبيل المثال، عندما أجعل جاي يضع أنفه على هذا العمود، فإن هذا يسمح لي بنقله إلى أوضاع مختلفة حتى أتمكن من رؤية جسده بالكامل. وجعله يقف ليس شيئاً مثيراً للإعجاب لرؤية حجم النمر، ولكن يمنحني الفرصة لرؤية جانبه السفلي، لأنهم مثلنا تماماً يصابون بالجروح والكدمات، وهذا يساعدني على فحصه لأتأكد من أنه بصحة جيدة. شكراً جزيلاً لأنك أريتني ما أريتني إياه. على الراحة. حسناً، إلى اللقاء. شكراً. لنذهب ونرى أشياء أخرى. واو، هل رأيتم ذلك الحيوان؟ إنه قط آخر. هذا هو الياغوار. واو.
أوه، انظروا، لدي دلون من الجزر وبعض الملاقيط، وأخبرونا أننا سنطعم الحيوان التالي. تعالوا. واو، هاي انظروا، هذه أسلاك، وعليكم أن تكونوا على هذا الجانب، لكننا حصلنا على إذن للدخول لنطعم الحيوانات. هيا بنا. ياي، هذا عائق قصير مثير للإعجاب. لم يكن الدخول صعبا أبدا. أوه، أهل الحيوان، انظروا. أو لنذهب من خلال شجرة. واو، مهلا، انظروا، انظروا إلى الحيوان، جميلة، انظروا. واو، هل تعرفون نوع هذا الحيوان؟ هذه سلحفاة. هيا نطعم السلاحف. أجل، انظروا هذا، هذه جزرة، وأنا أستخدم الملقط لأن السلاحف لديها فك قوي جدا، وقد تقدم إصبعي. ها أنت ذا. واو، أوبس، لقد انزلقت. ها أنت ذا. واو، حسنا، هل تريدين المزيد؟ أجل، حسنا، ها أنت ذا، ها أنت ذا. واو، هذه سلحفاة وزنها حوالي 550 رطلا. واو، هذا ثقيل جدا، مهلا، واحذروا كم عمرها. واو، عمره 66 عاما. واو، إنها سلحفاة عجوز. أوه، مرحبا، مهلا، انظروا، سأداعب رأس هذه السلحفاة. مرحبا، كيف حالك؟ واو، واو، انظروا، السلحفاة بعيدة عن الأرض، هل ترون ذلك؟ لأن ذلك يسمح للحشرات والأشياء بالابتعاد عن منطقتها السفلية. واو، لنحضر المزيد من الجزر. واو، مرحبا، كيف حالك؟ هل تمضي يوما جيدا؟ أوه، انظروا، أترون هذه السلحفاة؟ هذه السلحفاة هي سلحفاة غالاباغوس، وهي أنثى. ها أنت ذا. وها قد أتى الذكر. هل ترون حجمه الكبير؟ أنا محاصر. حسنا، سألف من هنا. هل ترون كم هذه صغيرة وهذا كبير؟ واو، هذه أنثى وهذا ذكر. واو، مهلا، هل تحبان بعضكما؟ أجل، أنتما تبدوان كصديقين. واو، هل تريد المزيد؟ واو، واو، عمل جيد. أسقطتها. هاي، اقتربوا أكثر. حسنا، ها نحن ذا. حسنا، افتح فمك، الجزرة قادمة. واو، ها أنت ذا، هل هي لذيذة؟ هاي، السلاحف تحب الجزر مثلي أنا، والجزر لذيذ وصحي. ها أنت ذا. أوه، لديه فم كبير. واو، انظروا، أنا أحك رقبة هذه السلحفاة، أترون؟ كيف تشعرين؟ هل هو شعور جيد؟ أجل، هل ترون كيف تقف السلحفاة على رجليها عالياً في الهواء؟
إنها تفعل هذا في البرية لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك حشرات تحتها، وهذا يتيح للعصافير والطيور أن تطير تحتها وتأكل كل الحشرات التي تحت السلحفات. نعم، لكنها الآن تقف على ساقيها لأن هذا يشعرها بالراحة، وكأن والدتك تحك لك ظهرك. أجل، أحب عندما تحك لي أمي ظهري. كيف تشعرين؟ أعجبك؟ أجل. حسناً، حان دوري الآن. حسناً، دوري. أنا مستعد. أنا مستعد. أوه، انظروا إلى هذا. هذا هو حيوان مدرع. حسناً، ها أنت ذا، انطلق. واو، انظروا، المدرع هو أحد السفراء في حديقة الحيوان هذه. هذا يعني أنه حيوان يمكنكم مقابلته وجها لوجه. واو، هاي، ماذا تفعل؟ هل تريد أن تأكل؟ المدرع يحب الديدان. ها أنت ذا. مهلا، تعال إلى هنا. ها أنت ذا، انظروا، ألا يبدو هذا المدرع صلبا؟ أجل، إنه صلب نوعا ما، وهو ليس صدفة، وإنما هو عظم داخل جلد حيوان المدرع. واو. حسنا. وهذه الأميرة باتركاب. حسنا، ها أنت ذا، تفضلي أيتها الأميرة باتركاب. واو، انظروا إلى أظافر الأميرة باتركاب الجميلة. واو. حسنا، انطلقي. واو، انظروا إلى هذا الحيوان. ما نوع هذا الحيوان؟ هذا هو الشيهم المتوج الهندي. واو، انظروا إلى أشواكه، هل هذه أشواك؟ الأشواك الكبيرة موجودة لتجعله يبدو مخيفا، لكن الخطيرة منها أسفل ذيله. واو، حسنا، بالأسفل. واو، وما الذي تفعله الآن؟ إنه يستمتع ببعض الوجبات، إنه يحب الكثير من النباتات، لدينا البسكويت واليام والتفاحة أيضا اليوم. أوه، هذا يبدو لذيذا جدا. لنلقي نظرة أقرب على الشيهم. واو، لا يجب أن تلمسوا هذا الحيوان من ذيله. واو، انظروا إلى هذا، المكان التالي رائع جدا. واو، هل تسمعون هذا؟ كل تلك الأشياء تعمل بجد للحفاظ على ذلك المكان ليبدو تماما كالمحيط. تعالوا. واو، انظروا إليها. واو، هناك العديد من المرشحات والأشياء الأخرى. هذا رائع. حسنا، تعالوا إلى هنا، دعوني أريكم ما الذي يفعله. أجل، هذا هو خليج سمك الرقيطة، وهم يقومون بتدريب سمك الرقيطة للقيام ببعض الحيل. إذا أتيتم إلى هذه الحديقة يمكنكم استخدام أيديكم للمس سمك الرقيطة على ظهورهم.
إنهم يسمحون لي بالدخول. أنا متحمس جداً. حسناً، أولاً علي أن أخلع حذائي. حذاء واحد. واو، حذاءان. حسناً، لنضع هذه هنا وأخلع الجوارب أيضاً لأنني سوف أرتدي هذا. واو، إنها الجوارب المائية أو الأحذية المائية. حسناً، لنرتديهما. حسناً حسناً. أنا مستعد آنذا. عليكم دخول الحوض بلطف وهدوء حتى لا تخيفوا الأسماك. واو، المياه لطيفة وباردة. حسناً. واو. مرحباً. مرحباً. كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ بخير، ما اسمك؟ اسمي ماري وهذه تشيلسي، نعمل هنا في حديقة فينيكس للحيوانات. واو، ما الذي تفعلانه الآن؟ الآن نقدم وجبة الإفطار لأسماك الرقيقة ونقوم بفحصها للتأكد من أنهم بصحة جيدة وسعداء هذا الصباح. أوه، يبدو هذا ممتعاً، هل أساعد؟ طبعاً، أترغب في إطعام البعض؟ أوه، أجل، لنطعم الرقيقة. حسناً، انظروا إليهم. يمكنك أن تأخذ الجمبري وسمك الهف، فلتأخذ بعضاً منهم وتضعهم في يدك. حسناً، انظروا إلى الطعام. واو، يبدو لذيذاً جداً. حسناً، أضعه في يدي. أمسكه مثل مخروط الآيس كريم. حسناً، أو أحب الآيس كريم. حسناً، هكذا. ضعه بلطف وعمق في الماء، سوف يسبحون من فوق يدك وسوف يمتصونه من يدك كالمكنسة. حسناً حسناً، ها أنتم ذا. واو. واو واو، انظروا إلى هذا. إنها سمكة لما تسبح عند قدميك. واو. حسناً، هل أذهب أعمق في الماء؟ لنرى ما الذي يمكننا فعله. هيا يا أصدقاء. أو فعلتها، انظروا، لقد اختفى الطعام. امتصوه مباشرة من يداي. هل أعيدها؟ بالطبع، تفضل. أو شكراً، لقد امتصوا الطعام مباشرة من يدي. الأمر يشبه وضع مكنسة كهربائية على يديك، ثم تقوم المكنسة بامتصاص أيديكم. هذا ما ستشعرون به عندما يمتصون الطعام من أيديكم. واو. هذه السمكة سبحت بين ساقي. واو، انظروا إليها. لقد بدأوا بالاعتياد عليك، فهم يشعرون بهويتك من خلال ضربات قلبك. إنهم يدركون أنك لن تؤذيهم، ولذلك فهم يقتربون. واو، أكثر، لأنهم يشعرون بالراحة معك. انظروا إليهم. مرحباً. واو واو واو، واو. هذا أخافني. ماذا حدث هناك؟ لقد تحمسوا بعض الشيء. حسناً، متحمسون وليسوا خائفين؟ أجل. حسناً، لأنني خفت قليلاً. لكن لا بأس، إنها أسماك لطيفة جداً. واو 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 واو، ها هم مجدداً. انظروا كم أنا مبلل. حسناً، لنطعم المزيد. مرحباً، انظروا إلى كل هذه الأسماك. واو. حسناً، إلى اللقاء أيتها الرقيقة. والآن سنركب الجمل. استمتع يا بليبي. شكراً، إلى اللقاء. انظروا، الجزء العلوي من الجمل، هل ترون السنام؟ سأقوم بالركوب عليه. واو، الآن أنا راكب على الجمل. حسناً، ها نحن ذا.
انظروا لهذا. وي واو، مرحبا، انظروا انا جالس على سنم الجمل. واو، هذا جمل لطيف. هذا الجمل هو الجمل العربي. المكان مرتفع هنا. واو، انا استمتع جدا. وي مرحبا. واو، انظروا، هل ترون سنام الجمل؟ إنه يخزن الطعام هناك ويمكنه قضاء حوالي 7 أشهر دون تناول الطعام، أو 3 إلى 4 أسابيع دون شرب الماء. هذا مثير للإعجاب. واو، وي واو، واو، لديه أرجل طويلة جدا ولديه 4 أرجل، وأنتم وأنا لدينا 2. واو، حسنا، هذا ممتع جدا. واو كان هذا رائعا، شكرا جزيلا لك. على الرحب، رائع. حسنا، لنرى الحيوانات الأخرى. الآن نحن وراء الكواليس من معرض أريزونا الأصلي. انظروا إلى هذا، انظروا، بعض الأدوات. مهلا، ما هذا؟ تبدو مثل عصا الجولف لكن هل ترون الخطاف؟ إنه يستخدم للتعامل مع أنواع معينة من الزواحف مثل الثعابين. حسناً، أنا لن أستخدمه لأنني لست مدرباً محترفاً. انظروا إلى هذا. واو، أحواض السمك. الأسماك في الجهة الأخرى، نحن في الكواليس. واو، انظروا إلى هذه الغرفة. واو، هذا هو صندوق، وهنا تعيش الثعابين. لنقرأ نوعها. الأفعى المجلجلة. سامة؟ حسنا، لا أعتقد أنني سأتعامل معها لأنني كما قلت لست مدربا محترفا. لنجد ثعبانا يمكنني التعامل معه. واو، هذه الغرفة رائعة. واو، هناك العديد من الأقفاص هنا. واو، ما هذا؟ هذه هي بقايا جلود الأفاعي. واو، كل الثعابين تجدد جلدها كل شهرين. انظروا إليها، وجميعها قطعة واحدة. انظروا، ألا تبدو هذه كثعبان؟ أجل، هذا رائع جدا. حسنا، سأضع هذه هنا. حسنا، يبدو هذا كثعبان يمكنني التعامل معه. أنا أحمل ثعبانا. واو، انظروا إلى ألوان هذا الثعبان. إنه برتقالي وأبيض وأسود. واو، كنت أخاف من الثعابين عندما كنت طفلاً، الآن لم أعد كذلك، لكن هناك بعض الثعابين التي لا يجب عليكم التعامل معها، لذا إذا رأيتم ثعباناً في البرية، لدواعي الأمان لا تجربوا أن تحملوه هكذا. حسناً، انظروا إليه. واو، هل أنت مستمتع أيها الثعبان؟ وي، مرحباً، مرحباً.
واو، انظروا إليه. واو، إنه مفتون جدا بالكاميرا. واو. واو، هذا رائع. نحن خلف الكواليس في منطقة زواحف أخرى. واو، هناك العديد من الخزانات هنا والعديد من الحيوانات الفريدة. واو. مرحبا. واو، انظروا هنا. أو مهلا، هناك أحد هنا، تعالوا. واو، مرحبا، ماذا تفعل؟ أتفقد إحدى السحالي ذات القرون، هل تريد حملها؟ أجل، سحلية ذات قرون، هذا رائع. حسنا، أمسكها هكذا. حسنا، شكرا لك. واو، انظروا، هذه سحلية ذات قرون. انظروا إلى قرونها. واو. إنها لطيفة. واو، ومستمتعة بوقتها. حسنا، شكرا جزيلا لك. من دواعي سروري. حسنا، ها أنت ذا. كان هذا رائعا، عمل جيد، هيا بنا. انظروا، زرافة طويلة. واو، إنها بطولي. أو مرحبا. واو، هذا أسد. أوه، فيل. واو، انظروا. هذه غوريلا. واو، مهلا. وبعض الثعابين. أجل، حملت ثعبانا للتو. واو، أليس هذا رائعا؟ واو. واو، هناك العديد من الأشياء الرائعة هنا. حسناً، اتبعوني. أوه، هناك أيضاً ديناصور، تيراناسوراس ريكس. مدهش. حسناً، كان من الممتع جداً التعرف على الحيوانات في حديقة الحيوانات معكم. هذه نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون متابعة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل تتهجون اسمي معي؟ حسناً، باء لام ياء. باء ياء، بلابي. أحسنتم. حسنا، إلى اللقاء. بلابي. مرحبا، هذا أنا بلابي. نحن في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن. هاي، شاهدوا هذه، إنها لوحة معلومات الحديقة وعليها خريطة حديقة الحيوانات. أتساءل ما الحيوانات التي سنراها اليوم في الحديقة؟ أو ربما سنرى فيها الدب البني. سيكون هذا رائعاً. أو سنرى ولديهم غوريلا أيضاً. انظروا، هناك أنواع مختلفة من الحيوانات كطائر الفلامينغو. رائع. واو، ما هذا الحيوان الطويل؟ هذه زرافة. إن الزرافة طويلة جدا. حسنا، سنتعلم كثيرا عن الحيوانات اليوم، هيا بنا. رائع، شاهدوا هذا المكان. إن هذا الموطن الطبيعي يشبه ألاسكا أو المحيط الهادئ.
أو كندا. حسناً، لقد أحضرت معي بعض الطعام للحيوانات، لكن لحظة، احذروا أصدقائي، أي حيوان يعيش في هذا الموطن؟ نعم، إنه دب. دب كبير وهو حقيقي. أوه، لونه بني. أحسنتم، إنه الدب البني. واو، متشوق إلى رؤيته. هي، لقد حصلت على إذن من أجل توزيع هذا الطعام على الحيوانات، وذلك لتستمتع به. هيا بنا. حسناً، أحضرت حبوب البني المطحونة، أترونها؟ أجل، إنها القهوة المعروفة. وإذا وضعنا بعض من القهوة هنا، فإن الدب البني سيتدحرج فوقها، فهو يحب التدحرج فوق القهوة. لننثر بعضها هنا هكذا، كدنا ننتهي. لننثر أيضاً قليلاً هنا. لقد انتهيت. حسناً، لنضعها في هذا المكان، ولكننا سنأخذها معنا عندما نغادر. أصدقائي، شاهدوا هذا، إنه بسكوت. الدبابة البنية تحب هذا البسكوت، لذا سنضع بعضاً منه. نعم، في هذا المكان. هيا بنا. حسناً، سأضع هناك لأزين لها الطريق. انتهيت. هو ما هذا؟ توابل فطيرة اليقطين؟ يام. إذن سأرش قليلاً من هذه التوابل هنا. حسناً، بقي بعض البسكوت. شاهدوا هذا أصدقائي، معي كثير من الفواكه والخضر في هذه الدلو. أجل، أحب الخضر والفواكه، مثل الكرفس مع زبدة الفستق والعسل أيضاً. يام. يبدو أن لدينا بعض العنب. يام. وهناك بعض الإجاص، وثمة بعض الجزر. واو، وأيضاً تفاح. وبطيخ أحمر. والآن سأضع قطع البسكوت على هذه الجزيرة الصغيرة. حسناً، انتهيت. رائحة هذا الغذاء زكية. هيا لننثر قليلاً من توابل اليقطين. جيد، وبعدها سأكمل الطريق إلى الأسفل لأضع بعض الطعام هناك. واو، سيحظى هذا الدب اليوم بوجبة طعام شهية. حسناً، والآن سنأخذ حافظة الطعام، وبعدها سنخرج من هنا ليتاح للدب أن يستمتع بتناول الطعام. واو، انظروا، هذا كيما. إن كيما دب بني ضخم، وقد أحب الطعام الذي وضعناه له هناك. أحسنتم عملاً، لنراقبه. إلى هذا، رائع. هذا اسمه ديف، وديف ذكر زرافة. إنه طويل كثيرا. تفضل يا ديف، أنا أطعم ديف بعضا من أوراق الخس، فهو يحب تناول الخس والملفوف. مرحبا، كيف حالك؟ أو راقبوه، إنه يستعمل لسانه بدلاً من اليدين للإمساك بطعامه وسحبه إلى داخل فمه. واو، إن ديف حيوان رائع. تفضل ديف. أحسنت، والآن إلى لقاء ديف. علي أن أزور بقية الحيوانات. هيا بنا. Thank you.
أريد هذا، نحن في مسكن الغوريلا الخاص بها. واو، انظروا إليها، إنها لطيفة جداً. إنهم يرمون لها الغذاء لتتناول بعض الوجبات الخفيفة. أحب الوجبة الخفيفة. جميع الغوريلات تعيش هنا في مجموعة اسمها قطيع. قطيع غوريلات. رائع، كل الغوريلات هنا هن من الإناث ما عدا اثنين. أرأيتم الأكبر حجماً ذو ظهر رمادي؟ أجل، هذا هو الغوريلا هانشو، وهو الزعيم من فصيلة الظهر الرمادي. وجميع هذه الغوريلا هنا أصلها من السهول الغربية. أيضاً هناك ذكر آخر، إنه صغير الغوريلا وهو لطيف جداً. حسناً، لنراقبها وهي تأكل طعامها. إلى هذا، أجل، إنه يسمى جعل الفاكهة، نوع من الخنافس. ما نوع الفاكهة التي يأكلها؟ واو، نعم، يبدو أنه الموز. يام، أنا أحب الموز أيضاً. واو، انظروا أين أنا؟ أنا في مختبر الحشرات. هنا تعيش كل أنواع هذه الحشرات وتأكل وتنام. نعم، في هذا المكان تعيش دائماً. رائع، يبدو أن في الأعلى كثيراً من عناكب الرتيلاء. واو، وفي الأسفل حشرات عصوية، وموطن هذه الحشرات هو غينيا الجديدة. رائع، إن هذا مدهش جداً. واو، يبدو أن في الخلف أنواعاً مختلفة من الحشرات. واو، هناك كثير من العناكب. هذه عناكب سامة، نحن بلا شك لا نريد فتح هذا الصندوق الخطير. نعم، وإذا ذهبنا إلى الغرفة المجاورة فسيحضرون لنا بعضها لنتمكن من رؤيتها من كثب. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه. واو، إنها حشرة حسناء الغابة، رائعة، لكن ما لونها؟ نعم، إن لونها هو اللون الأخضر. لقد علمت بأنها الأنثى لأن الذكر لونه بني والأنثى خضراء. أجل، إن شكلها يشبه ورقة الشجر، تبدو كأنها ورقة خضراء، لكن لو كان ذكراً لكان سيبدو ورقة بنية. واو، إن حشرة حسناء الغابة هي أثقل حشرة في العالم، وهذه لم يكتمل نموها بعد. لاحظوا حجمها الكبير. واو، وكأنها تمارس تمرينات التمدد. هذا مضحك. أوه، شكل هذه الحشرة جميل جداً، رائع. واو، انظروا إلى هذه. نعم، هذه تسمى العنكبوت. واو، إنها عنكبوت كبيرة جداً، وهي من فصيلة عناكب الرتيلاء وردية الوبر. واو، مرحباً، كنت أخاف كثيراً من العناكب ولكن لم أعد كذلك. هذه العنكبوت أليفة جداً. نعم، فلو جعلتها تمشي على يدي فإنها لن تعضني، لأن هذه العنكبوت لطيفة ولها وبر كثيف يغطيها. انظروا إليها. أجل، وهذه العنكبوت أنثى. واو، وعمرها 17 عاماً تقريباً. واو، يا لها من حشرة صغيرة. لا، ليست صغيرة، بل كبيرة. واو، ما هذه؟ إنها تسمى خنافس الأزهار الملونة. واو، هي لامعة جداً. أجل، فهي ملونة بلونين هما الأخضر والأصفر. واو، وللذكور قرنان في الرأس هنا في الأعلى، يبدو أن لونهما أحمر أو برتقالي. رائع، تمشي فوق قطعة الخشب. إنها تحب تناول الفاكهة. يام، أنا أحب الفاكهة أيضاً. واو،
شاهدوا الآن بعض الحشرات القشرية على قطعة الزجاج هذه. أجل، إنها تسمى الحلزون. واو، جميلة، انظروا، هي لطيفة جداً. هل ترون القوقعة؟ تساعد على حمايتها. واو، هذه الحلزونة من جزيرة تاهيتي. واو، أحب تاهيتي، إنه مكان مشمس جميل. حسناً، لم يبقى شيء منها في البرية، بل هي في حدائق الحيوانات أو المحمية فقط، ونسعى جاهدين لإعادتها إلى موطنها الأصلي. لكن الآن يمكننا مراقبتها وهي تتناول غذاءها. مرحباً. ألم نقضي وقتاً ممتعاً في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن؟ بلى، استمتعنا حقاً. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLI PPI فليبي. أحسنتم، أنا سأكمل يومي مع الحيوانات هنا. إلى اللقاء. مرحباً، هذا أنا فليبي. نحن في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن. هاي، شاهدوا هذه، إنها لوحة معلومات الحديقة وعليها خريطة حديقة الحيوانات. أتساءل ما الحيوانات التي سنراها اليوم في الحديقة؟ أو ربما سنرى فيها الدب البني. سيكون هذا رائعاً. أو سنرى ولديهم غوريلا أيضاً. هاو، انظروا، هناك أنواع مختلفة من الحيوانات كطائر الفلامينغو. رائع. واو، ما هذا الحيوان الطويل؟ هذه زرافة. إن الزرافة طويلة جداً. حسناً، سنتعلم كثيراً عن الحيوانات اليوم. هيا بنا. رائع، شاهدوا هذا المكان. إن هذا الموطن الطبيعي يشبه ألاسكا أو المحيط الهادئ أو كندا. حسناً، لقد أحضرت معي بعض الطعام للحيوانات. لكن لحظة، احذروا أصدقائي، أي حيوان يعيش في هذا الموطن؟ نعم، إنه دب. دب كبير وهو حقيقي. لونه بني. أحسنتم، إنه الدب البني. واو، متشوق إلى رؤيته. هاي، لقد حصلت على إذن من أجل توزيع هذا الطعام على الحيوانات، وذلك لتستمتع به. هيا بنا. حسناً، أحضرت حبوب البني المطحونة، أترونها؟ أجل، إنها القهوة المعروفة. وإذا وضعنا بعض من القهوة هنا، فإن الدب البني سيتدحرج فوقها، فهو يحب التدحرج فوق القهوة. لننثر بعضها هنا هكذا كدنا ننتهي. لننثر أيضاً قليلاً هنا. لقد انتهيت. حسناً، لنضعها في هذا المكان، ولكننا سنأخذها معنا عندما نغادر. أصدقائي، شاهدوا هذا، إنه بسكوت. الدبابة البنية تحب هذا البسكوت، لذا سنضع بعضاً منه. نعم، في هذا المكان. هيا بنا. حسناً، سأضع هناك لأزين لها الطريق. انتهيت. ما هذا؟ توابل فطيرة اليقطين؟ يام. إذن سأرش قليلاً من هذه التوابل هنا. حسناً، بقي بعض البسكوت. شاهدوا هذا أصدقائي، معي كثير من الفواكه والخضر في هذه الدلو. أجل، أحب الخضر والفواكه، مثل الكرفس مع زبدة الفستق والعسل أيضاً. يام. يبدو أن لدينا بعض العنب. يام. وهناك بعض الإجاص، وثمة بعض الجزر. واو، وأيضاً تفاح. وبطيخ أحمر.
والآن سأضع قطع البسكوت على هذه الجزيرة الصغيرة. حسناً، انتهيت. رائحة هذا الغذاء زكية. هيا لننثر قليلاً من توابل اليقطين. جيد، وبعدها سأكمل الطريق إلى الأسفل لأضع بعض الطعام هناك. واو، سيحظى هذا الدب اليوم بوجبة طعام شهية. حسناً، والآن سنأخذ حافظة الطعام، وبعدها سنخرج من هنا ليتاح للدب أن يستمتع بتناول الطعام. واو، انظروا، هذا كيما. إن كيما دب بني ضخم، وقد أحب الطعام الذي وضعناه له هناك. أحسنتم عملاً، لنراقبه. انظروا إلى هذا، رائع! هذا اسمه ديف، وديف ذكر زرافة. إنه طويل كثيراً. تفضل يا ديف، أنا أطعم ديف بعضاً من أوراق الخس، فهو يحب تناول الخس والملفوف. مرحباً، كيف حالك؟ أوه، راقبوه، إنه يستعمل لسانه بدلاً من اليدين للإمساك بطعامه وسحبه إلى داخل فمه. واو، إن ديف حيوان رائع. تفضل ديف، أحسنت. والآن إلى لقاء ديف، علي أن أزور بقية الحيوانات. هيا بنا. نحن في مسكن الغوريلا الخاص بها. واو، انظروا إليها، إنها لطيفة جداً. إنهم يرمون لها الغذاء لتتناول بعض الوجبات الخفيفة. أحب الوجبة الخفيفة. جميع الغوريلات تعيش هنا في مجموعة اسمها قطيع. قطيع غوريلات. رائع، كل الغوريلات هنا هن من الإناث ما عدا اثنين. أرأيتم الأكبر حجماً ذو ظهر رمادي؟ أجل، هذا هو الغوريلا هانشو، وهو الزعيم من فصيلة الظهر الرمادي. وجميع هذه الغوريلا هنا أصلها من السهول الغربية. أيضاً هناك ذكر آخر، إنه صغير الغوريلا وهو لطيف جداً. حسناً، لنراقبها وهي تأكل طعامها. إلى هذا، أجل، إنه يسمى جعل الفاكهة، نوع من الخنافس. ما نوع الفاكهة التي يأكلها؟ واو، نعم، يبدو أنه الموز. يام، أنا أحب الموز أيضاً. واو، انظروا أين أنا؟ أنا في مختبر الحشرات. هنا تعيش كل أنواع هذه الحشرات وتأكل وتنام. نعم، في هذا المكان تعيش دائماً. رائع، يبدو أن في الأعلى كثيراً من عناكب الرتيلاء. واو، وفي الأسفل حشرات عصوية، وموطن هذه الحشرات هو غينيا الجديدة. رائع، إن هذا مدهش جداً. واو، يبدو أن في الخلف أنواعاً مختلفة من الحشرات. واو، هناك كثير من العناكب. أوه،
هذه عناكب سامة، نحن بلا شك لا نريد فتح هذا الصندوق الخطير. نعم، وإذا ذهبنا إلى الغرفة المجاورة فسيحضرون لنا بعضها لنتمكن من رؤيتها من كثب. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه. واو، إنها حشرة حسناء الغابة، رائعة، لكن ما لونها؟ نعم، إن لونها هو اللون الأخضر. لقد علمت بأنها الأنثى لأن الذكر لونه بني والأنثى خضراء. أجل، إن شكلها يشبه ورقة الشجر، تبدو كأنها ورقة خضراء، لكن لو كان ذكراً لكان سيبدو ورقة بنية. واو، إن حشرة حسناء الغابة هي أثقل حشرة في العالم، وهذه لم يكتمل نموها بعد. لاحظوا حجمها الكبير. واو، وكأنها تمارس تمرينات التمدد. هذا مضحك. أوه، شكل هذه الحشرة جميل جداً، رائع. واو، انظروا إلى هذه. نعم، هذه تسمى العنكبوت. واو، إنها عنكبوت كبيرة جداً، وهي من فصيلة عناكب الرتيلاء وردية الوبر. واو، مرحباً، كنت أخاف كثيراً من العناكب ولكن لم أعد كذلك. هذه العنكبوت أليفة جداً. نعم، فلو جعلتها تمشي على يدي فإنها لن تعضني، لأن هذه العنكبوت لطيفة ولها وبر كثيف يغطيها. انظروا إليها. أجل، وهذه العنكبوت أنثى. واو، وعمرها 17 عاماً تقريباً. واو، يا لها من حشرة صغيرة. لا، ليست صغيرة، بل كبيرة. واو، ما هذه؟ إنها تسمى خنافس الأزهار الملونة. واو، هي لامعة جداً. أجل، فهي ملونة بلونين هما الأخضر والأصفر. واو، وللذكور قرنان في الرأس هنا في الأعلى، يبدو أن لونهما أحمر أو برتقالي. رائع، تمشي فوق قطعة الخشب. إنها تحب تناول الفاكهة. يام، أنا أحب الفاكهة أيضاً. واو، شاهدوا الآن بعض الحشرات القشرية على قطعة الزجاج هذه. أجل، إنها تسمى الحلزون. واو، جميلة، انظروا، هي لطيفة جداً. هل ترون القوقعة؟ تساعد على حمايتها. واو، هذه الحلزونة من جزيرة تاهيتي. واو، أحب تاهيتي، إنه مكان مشمس جميل. حسناً، لم يبقى شيء منها في البرية، بل هي في حدائق الحيوانات أو المحمية فقط، ونسعى جاهدين لإعادتها إلى موطنها الأصلي. لكن الآن يمكننا مراقبتها وهي تتناول غذاءها. مرحباً. ألم نقضي وقتاً ممتعاً في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن؟ بلى، استمتعنا حقاً. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLI PPI فليبي. أحسنتم، أنا سأكمل يومي مع الحيوانات هنا. إلى اللقاء. مرحباً، هذا أنا بليبي، وأنا في حديقة حيوانات وودلاند في سياتل في واشنطن. أنا متحمس للتعلم عن البطاريق. واو، انظروا إلى هذه الطيور. نعم، هذه هي البطاريق. هذا النوع من بطاريق هومبولت. لطيفة جداً، مرحباً. هذه البطاريق موطنها الأصلي هو بيرو وشمال تشيلي أيضاً. نعم، لا يبدوان لي باردين، هذان البلدان مناخهما دافئ. هذا النوع يعيش في صحراء تسمى أتاكاما.
انظروا إلى البطاريق، لقد أحبت حمالات سراويلي. تدغدغ. مرحباً. أوه، ملمس البطريق ناعم جداً. إن هذه البطاريق طيور ولهذا لها ريش كثير، وهذا الريش صغير الحجم وهو يغطي جسدها كله. مرحباً بك. هل ترون الجناحين؟ نعم، جناح البطريق أقرب إلى الزعانف كي تستطيع السباحة في الماء بسرعة كبيرة. في الواقع البطريق لا تستطيع الطيران بهذه الأجنحة، لكن لا بأس، فهي سباحة ماهرة جداً. واو، انظروا إليه، هل لاحظتم أن هذا البطريق ليس عليه خطوط؟ نعم، بل عليه نقاط سوداء صغيرة. والبطريق الذي خلفه، نعم، على جسده خطوط سوداء كبيرة. ذاك البطريق كبير، إذن الذي في الأمام صغير والذي في الخلف كبير. مرحباً. لكنهما متقاربان في الحجم. كيف حالك؟ أتقضي يوماً جيداً؟ وأنا كذلك. هل ترون البطاريق؟ نعم، تبدو كأنها حيوانات أليفة. نعم، لكنها ليست كذلك، لا يمكننا تربيتها كالحيوانات الأليفة. برغم لطفها يجب أن تعيش في حديقة الحيوان لنهتم بها ونتعلم أشياء عنها، كما قد تعلمنا أشياء أكثر عن بطاريق هومبولت الظريفة، وعلينا الاهتمام بها في كل أنحاء العالم. واو، صورة بطاريق. نعم، نحن الآن خلف أحواض سباحة البطاريق وسنقابل بعض البطاريق. تعالوا. حسناً، لنمشي معاً ببطء شديد، ويجب علينا أن نكون هادئين أيضاً. مرحباً. أهلاً. من أنت؟ أنا هاتش. معنا هاتش. هاي، إذاً ما عملك؟ أنا أهتم بهذه البطاريق والزواحف. البطاريق والزواحف، أترون البطاريق التي هناك؟ واو، مرحباً. أهذان البطريقان الوحيدان هنا فقط؟ أوه لا، لدينا مزيد من الأصدقاء، والآن خذ لعبة لأنهم سيأتون قريباً. حسناً، هيا بنا لنأخذ لعبة ونرى مزيداً من البطاريق. انظروا هناك. تحب البطاريق رؤية ألعابها وهي تتحرك كثيراً. هذه فيوليت، أتت لتلقي التحية علينا. أظنها تستمتع بالظل الذي على الأرض. قد يحدث ذلك، ثم إن هذه البطاريق تحب الألوان المتباينة كثيراً، ففي عيونها خلايا مخروطية وعضوية مستقبلة للضوء مثلنا. حسناً، صحيح أنها من أنواع الطيور ولكنها تتصرف مثل القطط. ربما، فهي تحب أن تلعب بمختلف أنواع الألعاب، وهي مثلها مثل القطط، وهي أيضاً تخبرنا حينما تود أن يلمسها أحد ما. حسناً، هذا لطيف ورائع جداً. هاي، انظروا عن قرب. ودان. البطاريق مضحكة حقاً، من أين أتت هذه البطاريق؟ أتت هذه البطاريق من جنوبي إفريقيا. حسناً. ولدينا في هذا المكان 32 بطريقاً. واو، هنا 32، وهي من جنوبي إفريقيا وليست من القارة المتجمدة الجنوبية؟ هذه البطاريق ليست من هناك، بل هي واحدة من فصائل البطاريق التي تفضل أن تعيش في المناخ الدافئ. حسناً، هذا رائع جداً، المناخ الدافئ والبطاريق، نحن نتعلم شيئاً جديداً كل يوم. والآن سنجلس في هذا المكان، بعد ذلك سيحضر إلينا بطريق. متحمس جداً، فأنا سألمس بطريقاً. مرحباً. هاي، حسناً، إذن أنا سألمس البطريق بإصبعين فقط وبرفق شديداً على ظهره. حسناً، اهدأ يا صغيري. أنت اهدأ. مستعد؟ اهدأ. هيا بنا. رائع. واو، هذا جيد. إن ملمس جسده ناعم جداً. هل تعلمون أن لدى البطاريق 70 ريشة
في الإنش المربع؟ إنه صغير جداً وكثيف أيضاً. هل أستطيع لمسه؟ أجل، يمكنك ذلك. حسناً، هذا جيد جداً. هل أعجبك؟ أيها الصغير، إنه يتباهى أمامك. ما الذي يعنيه بحركة هز الرأس هذه؟ يعني ذلك أنه سعيد جداً ويريد أن تلعب معه مزيداً من الوقت. إنه لطيف جداً. مرحبا بكم، نستعد لإطعام البطاريق الآن. لدينا بعض من أنواع السمك، وهذا سمك الهفيات، تعرف أيضا بالفضيات بسبب الخط الفضي على جانبها. وأنا أحمل سمك السردين، من الأسماك التي تفضلها أيضا. إذن هل أنتم مستعدون؟ تفضلوا هذه. سأحاول إطعام البطاريق. حسناً، واو، شاهدوا الأسماك. سأرغب في تناولها لو كنت بطريقاً. نعم، هذه لك. أو وأنت تفضل. هذا أنت. هاي، تفضل. لا شك أن هذا البطريق جائع جداً. هيا خذي. حسناً، هذه الأسماك أصغر بكثير. خذ هذه. أوه، ممتاز. تريد مزيداً؟ وهذه لك. والآن هيا تعالي. خذي. أوه، خذي. أوه، جائعة جداً. نعم، السمك هو طعام صحي للبطاريق. واو. لنكمل. نعم، كما نتناول ونحب الخضر والفواكه أيضا، هي تحب السمك. أنت يا هذا، هذه لك. أوه، واو، عدد التي تريد تناول الطعام كبير. خذي. أوه، أوه، هيا خذي البطريق الذي هنا، جائع جدا. لقد تناولت كثيراً من الأسماك. أوه، إليك هذه. واو. والآن يا بطاريق، هيا استعدي. شاهدوا هذه البطاريق وهي تسبح. واو، هذا البطريق لطيف جداً. إذن استمتعت كثيراً بتعلم أشياء عن البطاريق بصحبتكم. والآن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد، فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLIPPI. بليبي. أحسنتم. حسناً، أراكم بخير.